كل السودانيين داخل وأرض الوطن، وأتمنى إنكم تكونوا عيدتوا عيد سعيد مع الأهل ومع الأصحاب ومع الأخوان والناس المغتربين. ربنا يرد الغربة بتاعتهم إلى السودان، ويكونوا السنة الجاية إن شاء الله معيدين مع الأهل ومع الأصحاب. طيب أنا عارف إن الناس هتكون مشغولة بالعيد وبالمعايدات وما محتاجة للنقة والكلام الكثير والكلام في السياسة. هتكلم بس في 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 نقاط سريعه وما حاطول، يعني قدر المستطاع هضغط الكلام بتاعي بحيث انه شنو اخلي الرساله بتاعتي وازول لي ثاني يوم في العيد ثالث يوم في العيد على حسب الزمن بتاعه. النقطة الأولى دار أتكلم فيها، حاب إنه أنا أرسل رسالة بس، وأتمنى إنه تصل للزول اللي أنا مرسليه الرسالة ده، للزول اللي أنا مرسليه الرسالة. زمان في العهد بتاع الجاهلية، نرجع دائما بس ناخذ أمثلة، زمان في العهد بتاع الجاهلية والعهد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان في مكة وكان في قريش، لما الديانة بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأت تنتشر داخل الناس اللي قاعدين في قريش، فكان الكفار بتاع قريش يتضايقوا من الحاجة دي، يتضايقوا إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الأتباع بتاعه بيزايد ويتزايد ويتزايد، والكفار بتاع قريش ما لقوا حل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خشوا معاه في مساومة، يعني بقيك رئيس. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام رفض، فاتفقت الكفار بتاع قريش على خطة في الوقت ده كانت خطة جهنمية، اللي هي الخطة بتاعت شنو ده برؤيتهم، انهم كانوا شايفين هذه خطة جهنمية وحيحلوا المشكلة من جذورة، الخطة بتاعت قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده كله دي قصة اي زول سمعها واي زول عارفها. فقالوا انه يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وياخذوا من كل قبيلة يشيلوا زول عشان يضربوا سيدنا محمد ضربة رجل واحد، عشان شنو؟ لا لكي يتفرغ دمه بين القبائل، يعني عشان ما واحدة من قبيلة بتاعت قريش تشيل الإثم وتخش في 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 حرب مع أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مذكرني على أنا جايبه كمقدمة، لأنه سمحت إنه جزء من قوى الحرية والتغيير يرشح واحد من أسر الشهداء عشان هو يكون يوقع على الاتفاق مع المجلس العسكري. انا ما مختلف في الراي ده، وعارف انه الشهداء ديل قدموا، المفروض انه الناس تكرمهم، والناس مفروض تاخد، مش الناس تكرم، المفروض الناس تغير الشوارع باساميهم، والناس تبني لهم مستشفيات باسامي الشهداء ديل. لكن زي ما انا توقعت وزي ما تكلمنا في الماضي، يعني الكلام ده تكلمنا فيه قبل اربع اسابيع من والحريه وتغيير تتكلم في الحاجه دي، قلنا انه الاتفاق الذي سيتم توقيعه مع المجلس العسكري ده اتفاق كارثي، اتفقنا معاه او اختلفنا معاه، بمرور الايام حنلقى نفسنا انه نحن وقعنا على اتفاق بتاع اجهاض ثوره، بتاع انه نحن اعاده الانغاز 2. قد الناس تكون اسرع بدت تفهم البنود بتاع الاتفاق، لكن في ناس لحد الليله ما قادرين يستوعبوا البنود بتاع الاتفاق، في ناس لحد الليله انا قبل كنت نسيت حاجه اقول. اول حاجه نترحم على ارواح الشهداء الليله اللي توفوا في اول ايام العيد المبارك، نترحم على ارواحهم. انا كان المفروض ابدا بالموضوع ده، بحتزل على الحاجه دي. فحادثه بتاعت قتل في السودان في اول ايام العيد، والقاتل مجهول كالمحتاد، ناس شايلين سلاح وهم ضربوا ناس مزارعين يعني مسالمين، وكالمحتاد انه القتل هم شنو، هم يا كتائب ظل يا ناس ما معروفين ولا يتبعوا الى المجلس العسكري. والاسوأ من كده انه في ناس حالة انهم هم ما خايفين على الاتفاق ده انه يتم، طوال مطلعين انه المجلس العسكري ما عنده اي دخل في حادثة القتل. لا، المجلس العسكري عنده دخل في الحادثة بتاعت القتل، لانه هو المسؤول من الامن والامان بتاع المواطن السوداني، ولانه هو الجهة الليلة هي الجهة المسيطرة على البلاد. ما الا يكون المجلس العسكري ولا القتل ديل هم جنجاويد ولا وات ايفر، هم شنو، هم انت قاعد تحت سلطة بتاعت مجلس عسكري، ومجلس عسكري ما قادر يحمي المواطنين بتاعينهم. لكن في ناس لحد الليلة خايفين على الاتفاق ده، زي ما يقولوا هنا يعني خايفين على الاتفاق ده انه يتم قبل ما الناس تمشي تشوف القتل من ولا المجلس العسكري ما عنده دخل. ف نجي للموضوع بتاعنا، انه زي ما توقعنا انه هو الحريه والتغيير، لانه الاتفاق كارثي
اتفقنا معاه ولا ما اتفقنا عليه بمرور الايام بمرور الشهور. اول اتفاق اول ما يتوقع بعدها نشوف هل نحن فعلا بدينا فتره مدنيه انتقاليه وفي حريه والناس بتعبر عن ارائها، ولا انه حنكون في نفس الدوله بتاعت الانغاز باشكال مختلفين. دي حنتاكد منها بمرور الايام. قوى الحرية والتغيير لأنه عارف إنه الاتفاق ده مجحف في حق الشعب السوداني، وقوى الحرية والتغيير عارفة إنه الناس اللي هم دارين يوقعوا ما الناس اللي هم الليلة واقفين على الاتفاق ده ما حيقدروا يجيفوا قدام الشعب السوداني ويوقعوا لحاجة بسيطة جدا، لأنه يوم التوقيع على الاتفاق ده الأسامي بتاعت الناس اللي وقعوا ستكون مكتوبة في التاريخ، يعني بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة لما المواطن السوداني تكون الرؤية بالنسبة لي كانت واضحة، المواطن السوداني بالنسبة لي بعد شهر شهرين بعد خمسة بعد سنة الرؤية بالنسبة لي بتكون واضحة، لما يجي يسأل عن المحاكمات وينها والحرية والتغيير ويلقى انه ما في محاكمات حصلت ولا في لجنة تكونت، او يلقى انه في محاكمات اتعملت لكن محاكمات صورية ولقد تم التحقيق في مجزرة القيادة العامة وقد خلصنا الى انه ضباط من الجيش او الامن قد خالفوا التعليمات، والضباط ده قاعدين الليله في المحتغرات وتم القبض على القائد ميم سين ح واو لام جيم. حتعرف انك انت ما في محاكمات حصلت لما ايو بمرور الايام تتكلم عن 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 الحرب في دارفور ليه ما وقفت. هتيجي تسال ليه مش الاتفاق ده كان حريه وسلام وعداله؟ ليه السلام ما حصل؟ بعد المواطن حيبدأ يسأل أسئلة. لما المواطن السوداني يسأل ويلقى نفسه نحن ليه جنودنا اللي في اليمن لحد الليلة هم جنودنا في اليمن لحد الليلة ونحن أسقطنا عمر البشير، جنودنا في اليمن لحد الليلة قاعد يموتوا في اليمن ليه؟ والحرية والتغيير ما دارين ترجعوا جنودنا من اليمن. الرؤية بالنسبة للمواطن حتبقى واضحة. لما نجي نتكلم عن الاستثمارات السعودية والمصرية والقطرية، الاستثمارات السعودية والمصرية والسعودية، المواطن حيسأل نحن قمنا ثورة عشان الرأي يكون رأي سوداني عشان الرأي ما يكون في أي تدخلات من أي دولة. المواطن بعدها حيسأل. لما تجي بمرور الأيام والمواطن يتكلم عن قضية حلايب وشلتين ويلقى العلاقة بين مصر والسودان زي السمنة على العسل، ويلقوا إنه عبد الفتاح البرهان يتغزل في عبد الفتاح السيسي، المواطن السوداني حيسأل وحجيه وبعدها حيرجع من الوقع على الاتفاق بتاع قوى الحرية والتغيير. دي للتاريخ. الليلة قوى الحرية والتغيير ده تجيب واحد من 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 أسر الشهداء عشان يوقع على الاتفاق. الرسالة دي أنا برسلها لأبونا أو أمنا أو أخوتنا، أتمنى إنه الرسالة دي هي تصلها. أنتوا أولادكم اللي هم الشهداء قدموا نموذج للثورة السودانية، وأولادكم حيكونوا مكتوبين في التاريخ السوداني، ما لي أنا وما لي أجدادي وما لي أعمامي بعد مرور 20 سنة حيكتب التاريخ انه في ثورة طلعت في 13 ديسمبر وقدمت شباب نير، شباب واعي، شباب قيور على الوطن، وفي الثورة دي قدم الشعب السوداني شهداء فلان وفلان 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 وفلان، والناس كان عندهم في مختبر العمر وكانت عندهم الاحلام وكان عندهم المستقبل وكان عندهم خيارات عديدة، هم اختاروا انه يقيفوا مع مطالب الشعب السوداني. التاريخ سيسطر للاسامي دي. الليلة قوى الحرية والتغيير دايرة تجيب اسر الشهداء، الكلام ده لامي او اختي الاسم طلع انهم هم حيوقعوا الاتفاق. لما انتوا تجي توقعوا على الاتفاق اللي هو اصلا مجحف على ابناء الشعب السوداني، لما هم يجوا يوقعوا على اتفاق مع نفس الزول القتل ابنائكم وبناتكم، لما يجوا يوقعوا اتفاق ويدي الاتفاق ده يدي شرعية للذي قتل أبنائنا وأخواننا وأخواتنا واختصب نسانا في رمضان، الاتفاق ده حيدي شرعية للقاتل، الاتفاق ده حيرفع، يعني زول قتلنا واختصبنا وقتل نسائنا ورمى الجثث الطاهرة في النيل، بدل ما إنه نحن نحاسبه نحن بنرفعه إلى مرحلة أعلى، لمرحلة أعلى من مرحلة مجلس انتقالي، نحن حنرفعه إلى مرحلة رأس الدولة ورمز وحدتها. بعدين التاريخ حيسجل الأسامي اللي هي حتوقع، التاريخ سيسجل الأسامي اللي هي حتوقع. أتمنى
من كل أسر الشهداء، وأتمنى من أي واحد من أسر الشهداء بيسمع كلامي ده، والله أنا لا محزب ولا تابع لحزب سياسي، لكن عارف الخبث بتاعي السياسيين دين، والكلام ده تنبأنا به وقلناه ما من الليلة بالمناسبة، قلناه قبل ما قوى الحرية والتغيير تجي وتخش في تفاوض مع المجلس العسكري بعد فضاء القيادة العامة، جينا قلنا هي إنه القوى الحرية، إنه قوى الحرية والتغيير فيها أحزاب دائرة تجهض الثورة، ولما تجهض الثورة ما دائرة تشيل الذنب بتاع إجهاض الثورة، لأنه عارف التاريخ حيكتب إنه حزب الأمة ساعد في إجهاض الثورة، وسيكتب إنه مثلا مريم الصادق المهدي اللي هي تتبع إلى حزب الأمة وقعت على اتفاق أحطى شرعية إلى مجلس عسكري، وحدث ما حدث بمرور دي مع مرور الأيام حنشوفها. برضو التاريخ سيسجل إنه الناس اللي كانوا واقفين ديل هم ينتموا إلى مكونات سياسية، عشان كده بتلقى انه الاتفاق الاول مع الحرية والتغيير والمجلس العسكري ما ظهر لك فيه حزب سياسي، ما جد ديجير ووقف ليك، لانه الديجير بعد الاسم حيتكتب في التاريخ. برضو ما جد الامام الصادق المهدي جو قاعد ووقع ليه؟ ما بيقدر، ما بيعرف يكتب ويوقع، بيعرفه قدموا لك واحد من الكيانات من النقابات، قد يكون هو، قد يكون هو ما عارف الحاجة الموقع على هذه ذاته شنو، وقد يكون انه غشوه والله ده الحل الامثل لحفظ الدماء وا 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 والحياة دي كلها، وجا وقع الليلة قوى الحرية وتغيير دار تجيب ناس يوقعوا على الاتفاق تحت مسمى والله انتو دارين نرفعكم درجات ونحن دارين نحتفل بيكم ونحن والله دي حاجة طيبة، دي حاجة طيبة، حاجة طيبة انه تغيير شوارع السودان دي كلها بأسامي الشهداء والمختصمين، دي حاجة كويسة انك تبني مستشفيات والمستشفيات دي تسميها باسم الشهيد كشا ولا غيره ولا غيره، دي حاجه كويسه ودي حاجه ممتازه، لكن انت دار تعمل نفس الحاجه العملاية والحريه وتغيير العملاية المشركين في عهد الجاهليه، اقتلوا محمد ضربه رجل واحد لشنو؟ ليتفرغ دمه بين القبائل، عشان ما يعرف زول من الذي قتل سيدنا محمد، هل هو من قبيله غريش ولا من قبيله وين؟ عشان لما تجي الأسرة بتاع سيدنا محمد القتل ولكن ما يعرفوا دي الليلة الحاجة دار تعملها هو الحرية وتغيير، دار تجيب أسر الشهداء، دار تدخلهم في محترك سياسي وهم بعيدين كل البعد من المحترك السياسي، ودي رسالة لأمهاتنا وأبهاتنا وأخواتنا من أسر الشهداء، أولادكم أو بناتكم القاموا طلعوا طلعوا عشان قضية، قضية واضحة زي عين الشمس، ما طلعوا طلعوا عشان قضية واضحة، إسقاط النظام دون غير أو شرط، أولادكم الأدى أوامر للقتل هو المجلس العسكري حميدتي والبرهان، خلوا موضوع العدالة الانتقالية والكلام بتاع السياسيين ده، ديل الناس اللي هم قتلوهم، ديل الناس اللي هم قتلوهم، ديل الناس اللي انتوا الليلة دارين تجوا، ديل الناس اللي انتوا دارين تجوا وتقدموا أسر الشهداء، عشان بعدين لما يسأل التاريخ من الذي وقع الاتفاقية يجي والله يا أخي الذي وقع الاتفاقية هو والد الشهيد فلان الفلاني، لا تتحملوا الإثم، تتحملوا الإثم بتاعكم ده يا أبو الحرية والتغيير، ودي والله رسالة أتمنى أي زول بيعرف أبو بتاع شهيد، أي زول بيعرف أم بتاعت شهيد، أتمنى 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 بس ده طلب منكم، شيلوا الرسالة دي ووصلوها لها بطريقتكم اللي أنتوا شايفينها مناسبة، رسلوا لهم رسالة إنه الاتفاق ده إجهاض على ثورة، ده تنازل عن دماء ناس، ده تنازل عن دماء ملايين من أبناء الشعب السوداني، ده تنازل عن أحلام الليل الزول اللي هو مش سك الاتفاقية دي وجاب الاتفاقية دي وهو متأكد انه الاتفاقية دي ستقود السودان الى بر الامان يتحمل المسؤولية ويجي يوقع على الاتفاقية، مش الليل الخاشي التفاوض تقوى الحرية وتغيير مع المهنيين اللي هم حاسين، مش هم اللي بيقولوا ده مجلس تشريفي، مش ديل الناس اللي هم شايفين انه الوثيقة دي وثيقة مكملة لمطالب الشعب السوداني، اتمنى انه قوى الحرية وتغيير يكونوا شجعان، الصادق المهدي ولا مريم الصادق المهدي ولا الدقير يكون عندهم الشجاعة انه يجوا ويوقعوا مع حميدتي والبرهان يوم التوقيع على الاتفاق، خليكم شجعان واقيف يقولوا اي نحن المتبنيين الوثيقة دي ونحن اللي حنوقع عليها، عشان بعدين بعد 4 سنة نجيب قدام الشعب السوداني يقول له والله نحن سكينا الاتفاقية دي ووقفنا مع الاتفاقية دي وجينا وقعنا على الاتفاق، خلوا التاريخ يسجل الحاجة دي، خلوا التاريخ ده حاجة بالنسبة لأحزابكم كويسة، ليه انتوا جارين منا دي حاجة، يعني في حزب من الأحزاب بيلقى الشرف ده وهو ما عايزه، شيلوا الشرف بتاعكم ده عشان التاريخ يكتب حزب الأمة وحزب المؤتمر الوطني وتكتل نداء السودان مع الميرقني، مع الميرقني عملوا تكتل داخل هو الحرية والتغيير
وسكوا التفاوض وهم اللي وقعوا على اتفاقية بتاعت شراكة مع المجلس. خلوا التاريخ يكتب الحاجة دي زي ما التاريخ قبل كده كاتب الصادق الماضي أجهب ثورة وثورتين وثلاثة، زي ما التاريخ كاتب انه حزب المؤتمر السوداني الحزب الوحيد اللي كان بيطلع في الإعلام بيقول أنا سأترشح مع عمر البشير وأديه شرعية. خلوا التاريخ يكتب الحاجة دي، خلوا التاريخ يكتب الحاجة دي، خلوا التاريخ زي ما التاريخ كتب التحالف بين حزب الأمة والحزب بتاع الميرقري الحزب الطائفي وسلموا السلطة إلى العساكر. ليه داري تجيب أسر الشهداء الناس الطاهرين الناس اللي هم عفيفين تدخلون في محترق بتاع سياسة؟ ما تدخلون في الحاجة دي، ما تدخلون في الحاجة. الكلام ده إجهاض للثورة، حتى لو نحن انت ما مقتنع انه ده اجهاض، مش انت مقتنع انه ده خيار كويس، انت مقتنع انه ده خيار كويس ده على الوقع عشان تتحمل المسؤوليه، عشان بعدين لما يجوا اجيالنا يجوا يحاسبوا ويرجعوا الى التاريخ هيلاقوا الكلام ده كله مسجل بالمناسبه. فدي الرساله الاولى المتمني انه هي تصل لاسر الشهداء، انه ما يدخلوا نفسهم في محترق بتاع سياسه تحت اي مسمى بتاع الثوره بتاع التكريم بتاع التكريم لأسر الشهداء، إنك تكون محاكمات عادلة وتجيب الناس اللي هم قتلوا أبنائهم. ده التكريم الفعلي لأسر الشهداء. التكريم الفعلي للمتضررين إنك تجيب الناس اللي قتلوهم والناس اللي كانوا هم سبب في إحطال أوامر لفض الاحتصام، جيبوا نحاكمهم، ده تكريم بالنسبة لهم. لكن ما تدخلهم في أي محترق بتاع سياسة عشان ما يشيلوا وذر بتاع حاجة حتى لو هم ما عارفين. دي الرسالة الأولى اللي أنا أتكلم فيها. الموضوع الثاني موضوع المغيبين قصريا والناس اللي هم لحد الليلة مختفين من بعد أحداث فض الاحتصام بتاع القيادة العامة. في ناس مختفين لحد الليلة، ولحد الليلة في بعض الجثث الناس بتلقاها في مشرحة من المشارع، والناس مطلعين مبادرات بتاعت المغيبين قصريا. نتمنى إنه كل المبادرات دي إنه تحقق نجاحاتها. أتمنى الحاجة دي إنه يا أحمد أرباب فعلا التوقيع ما بيحفي التجمع وقحت من الحاصل، لكن برضو حيشيل أو حيدي انطباع بالمناسبة، لأنه سعي قوى الحرية والتغيير لعبة على الجانب العاطفي. قوى الحرية والتغيير لعبة على الجانب العاطفي أكثر من إنه هي لاعبة على الجانب السياسي. هو الحرية وتغيير الليلة وتجمع لاعبين على الجانب العاطفي أكثر من الجانب السياسي بالمناسبة. أمسك من يوم المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير، شوف قوى الحرية والتغيير قدمت لك شخصية ما قاعدة ولا سياسية ولا شخصية الناس كانوا بيشوفوها، قدمت لك شخصية بعد التوقيع طوالي، شخصية قد تكون ما ظاهرة لكن انت لما تعرف الشخصية دي منه وانتماها لمنه ده عامل نفسي. قدموا لك بيت خالة او قريبة الشهيد السنهوري، قدموا لك دي ناحية عاطفية بالمناسبة، دي ناحية عاطفية عشان تؤثر عليك انت، برضو هو الحرية والتغيير اول ما بدايات التفاوض مع المجلس العسكري والناصر رافضة تفاوض مع قتلة، هو الحرية والتغيير مشت جابت لك يعني واحد من اسر الشهداء وقدم تصريح. دي من ناحية الليلة هو الحرية والتغيير لاعب على كل الأوتار السياسية وعلى الأوتار النفسية بتاعت المواطن السوداني، عشان كده بتكلموا لك عن المحاسبة والدم قصاد والدم بتنفع الدية، وفعليا الوثيقة لا بتجيب لك دم لا بتجيب لك قصص. ده فعليا نظريا انه انا واقف معاك الدم قصاد والدم بتنفع الدية واحتفل لك بأسر الشهداء، لا، قوى الحرية والتغيير مش هي شايفة انه الحل ده الحل المناسب، خليها تتحمل المسؤولية كاملة وتوقع، تتحمل المسؤولية كامل وتوقع. نمشي للموضوع بتاع المغيبين قصريا. نتمنى انه كل المبادرات تنجح وكل المبادرات انه تؤدي الى الكشف عن مصير المغيبين قصريا. لكن يا جماعة في حل انجع من كده وفي حل اسهل من كده بالمناسبة، يعني في حل اسهل من كده من انه الناس تطلع صور المغيبين قصريا وتنشرها في الشوارع، واكثر من انه الناس تمشي وتعمل مبادره وتعمل مؤتمر صحفي عن المغيبين قصريا. في حل ناجع وفي حل سهل جدا بالمناسبه، يعني الحل ده انا ما شايف انه البمنع انه يدعم شنو. نحن عايزين نعرف مصير المغيبين عصريا المغيبين قصريا، دايرين نعرف مصيرهم، هل هم قاعدين في السجون ولا هل هم قاعدين في مقابر اباده جماعيه،
او هم قاعدين في سجون او في زنازين او قد يتم تعذيبهم في حاله سهله جدا انه نعرف مصير الناس دي. الحاجه السهله هي انك ترجع وتعرف منو السبب، منو المتسبب في تغييب الناس دي. نرجع منو السبب اللي كان في انه الناس دي يفضوا الاحتصام، منو اللي كان عنده المصلحه في فض الاحتصام وانه الناس دي تتغيب قسريا، صح؟ بنلقى انه المجلس العسكري هو المتسبب في الحاجات دي كلها. مش احنا ده بنقول انه المجلس العسكري هو كويس والمجلس العسكري والله هو وقف مع الثوره يا هو الحريه والتغيير، وقعدتوا مع المجلس العسكري مره ومرتين وثلاثه وقلتوا المجلس العسكري بالنسبه لنا شريك يا هو الحريه والتغيير، ما تمشي تسال الشريك بتاعك الناس المغيبين قصريا ده مصيرهم شنو؟ ولا الحاجه دي هي اللي بيمنع مش الليله حميتي والبرهان ده بالنسبه لنا هو شريك؟ مش الليله حميتي والبرهان ده بالنسبه لنا شريك وهو وقف مع الثوره وخالد سليك بيقول انه والله المجلس العسكري هو شريك للثوره، والدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بيقول انه المجلس العسكري عنده اسهامات في الثوره، والصادق المهدي بيقول انه نحن ما عندنا مشكله مع الثوره. طيب ما تمشوا يا قاده الاحزاب السياسيه تسالوا الشريك بتاعكم مصير المقيمين قصريا شنو؟ عشان تجي تكلموا امهاتهم وابهاتهم اذا اولادهم حيين عشان يفرحوا، اذا اولادهم في مستشفيات عشان يمشوا المستشفيات يزوروا اولادهم، على هم يعني تم قتلهم عشان الناس تشيل فيهم الفاتحه، عشان الناس تشيل. انت بتقول يا اخوة حرية نحن مصر وبتعملوا الندوات للمغيبين قصريا، المغيبين القصريا دول ما مشوا حفله، ما مشوا حفله بتاعت مولد وراحوا من ابهاتهم هناك، ما فاتوا الحدائق مع اهلهم وقاموا راحوا، لا دول تم تغييبهم بفعل فاعل، وانت عينك في الفاعل وبتطعن في ضله، بتطعن في ضله لانك انت خايف انك تواجه المجلس العسكري وتقيف معه وتواجه حميتي وتقول لي مصير المغيبين قصريا شو؟ يعني ده شريك بالنسبه لك، يعني احنا نتكلم على مجلس عسكري هو شريك بالنسبه لنا، ونحس ما خشينا فتره انتقاليه، طيب انا كيف حقدر اسال البرهان من الاباده الجماعيه؟ من القتل بتاع 8 رمضان، الناس اللي تم قتلهم في شارع النيل، الناس اللي ماتوا في العبيد، انا حقدر اسال البرهان وحميدتي كيف وانا ما قادر اساله من المغيبين قصريا؟ قضية المغيبين القصريا الحل بتاعها سهل، لكن الحل بتاعها هو الحرية وتغيير تجمع المهنيين، ما حياخذوا الخيار ده ولا حيسالوا المجلس العسكري ولا حيحملوا المجلس العسكري الحاجة دي. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم شريك، لانه بالنسبه لهم شريك، لانه الاجابه هم عارفينها وعارفين انه الاجابه على السؤال دي، السؤال ده حتؤدي الى الشراكه والاتفاق بتاع الكراسي ده كله انه هي تطاير. النقطه الاخيره اللي حابب انه انا اتكلم عنها نداء السودان. الناس كلها يا جماعه شايفه انه الوضع اللي بيعيشه السودان شنو؟ امطار، حوادث بتاعت قتل، البلد في ضائقة مالية، البلد ما محتاجة أكتر من كده، وفي الوقت اللي احنا بنعيش فيه في أزمات بنلقى إنه قادتنا لسه هم في طور التفاوض وفي الطور بتاع الحوار وفي الطور بتاع المناقشة، كأنه الثورة السودانية دي فاجأتهم، كأنه هو الحرية والتغيير ديل فاجأتهم الثورة السودانية، ما كانوا عارفين إنه في ثورة. الثورة السودانية دي بدأت من 13 ديسمبر، ومن 13 ديسمبر الفرقاء اللي بيتحاوروا لحد الليلة ديل، الجبهة الثورية أو نداء السودان والجوطة دي كلها اللي هم دي الناس موقعين على إعلان الحرية والتغيير منذ يناير 2019، يناير، فبراير، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، 7 شهور الناس الموقعين على اعلان الحريه والتغيير 7 شهور. 7 شهور، في ال7 شهور دي ما كانوا هم متفقين على الرؤيه تحت السلام شنو؟ خلال ال7 شهور دي، لانه الناس الليله هم بيسافروا اثيوبيا وسافروا وبيسافروا مصر وبيسافروا السعوديه، دي الناس اصلا كانوا موقعين على اعلان الحريه والتغيير منذ يناير. طيب الناس الموقعين على اعلان الحريه والتغيير ما كانوا متفقين على الرؤيه تحت السلام شنو؟ وما كانوا متفقين على رؤية يعني ده كلام مفروض انه يكون انجز قبل سقوط عمر البشير. ناس لحد الليلة بسافروا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، لكن هل هم فعلا التفاوض تفاوض لتحقيق السلام؟
هل فعلا انه الجبهه الثوريه اركو مني مناوي عرمان عقار جبريل هل هم فعلا التفاوض ده في اديس اسبوعين واسي قاعدين في القاهره ممكن يتم لهم اسبوع اسبوعين ثلاثه هل فعلا انه النازل فعلا هم حريصين جدا كده على تحقيق السلام وكلام كله هو متركز في تحقيق السلام واللي هم بيتناقشوا في حاجات تانية قبل كده تكلمنا في لايف انا بتذكر الكلام ده اللايف كان بيتين في شهر 5 الناس ترجع في الصفحة تلقى في لايف في شهر 5 في لايف في شهر 5 اللايف في شهر 5 تكلمنا عنه بالتحديد بعد ما انا تكلمت مع واحد قاعد جوا قوى الحرية وتغيير زول صحيح ما انا اشكر اسمه داخل جوا قوى الحرية وتغيير وقاعد يحضر الاجتماعات بتاعتهم اجتماعات ناصر الصادق المهدي وكده وجينا تكلمنا على نقاط معينة ان كل الحركات المسلحة داخل نداء السودان داخل قوى الحرية وتغيير طولة الفترة بتاعت التفاوض التفاوض اخذ فترة 4 شهور الكيانات دي بالذات مني اركي مني مناوي عرمان جبريل الناس دي كانوا بيتكلموا على نقاط معينة والكلام ده قلنا في شهر 5 كانوا بيتكلموا على انه ما عندهم اي مشكلة مع الدولة المدنية يكون شكلها شنو ما كان عندهم اي مشكلة يعني ما كان بيتكلموا على تمثيل 8 مدنيين 2 عساكر ليه العساكر 2 ما كان بيتكلموا كان عن انه هم مع اي حل سريع اي حاجة كده تصبيرة مشي هم معاها لكن هم كان تحفظاتهم على نقاط معينة النقاط المعينة ذكرناها في شهر 5 انه النازل يكون عندهم تمثيل في كل السلطات الثلاثه الكلام ده قلناه في شهر 5 الحركات المسلحه القاعده داخل نداء السودان دي كانوا موقع على اعلان الحريه والتغيير منذ ابريل منذ يناير الجقلب اللي عاملينها اسح في الرؤيه في الجوطه الاخيره دي رؤيه بتاعت فرض واقع دي رؤية بتاعت خلاص انا والله ما دخلتوني ما حوقع معاكم دي رؤية بتاعت محاصصة لأكتر ولا أقل الجبهة الثورية اللي هي داخل جوا نداء السودان الجبهة الثورية دي داخل نداء السودان نداء السودان داخل قوى الحرية وتغيير سعلينا في انقسامات حاصلة هي ما انقسامات لأن المكونات دي كانت تتكلم صراحة داخل قرف المفاوضات انه عايزة تمثيل في المجلس السيادي ودائرة تمثيل في مجلس الوزراء ودائرة تمثيل في المجلس التشريعي والجقلبة الحاصلة دي أسد كلها بتاعت أديس أبابا ومنها ماشين للقاهرة ده عشان يفرضوا شروطهم على قوى الحرية وتغيير بعد ده خلاص بقى القضية بقت ما قضية بتاعت وطن ولا قضية بتاعت تحقيق سلام والأمطار الناس بتموت في دارفور لا القضية قضية بتاعت محاصصات لا شيء لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل الحركات اللي قاعدة في نداء السودان دي الليلة قاعدة في القاهرة ما قاعدة تتكلم عن تحقيق السلام ولا الرؤية بتاعتها طلعتها رؤية بتاع تحقيق سلام الوثيقة طلعوها اللي كانوا قاعدين فيها أسبوعين قاعدين في أدس بيتناقشوا عنها أسي هي حايمة في الميديا لما أنت تمشي تقراها قضايا فضفاضة أنا ده لو جبتني رؤيتك لتحقيق السلام شنو رؤيتي لتحقيق السلام لو جبتني أو جبت أي واحد طيب نستضيف ما هي رؤيتك للسلام حاجة أتكلم معك لابد من مخاطبة المشكلة لابد من مخاطبة جذور المشكلة السودانية كلامي شاي حتخاطبها كيف حتخاطبها بيا تلقة حتخاطبها بيا تكيفية ما في لابد من تحقيق سلام شامل ده كلام أي زول بيقوله ده لو جبت زول من الروضة بيقول لك داير تحقيق سلام شامل كلام فضفاض كلام بتاع عربي يعني ما آلية واضحة يعني الناس قالوا بعدين اسبوعين ما في آلية واضحة تحقيق السلام العادل الشامل يبدأ من مخاطبة جذور المشكلة عن طريق 1 2 3 4 5 6 النقطة الثانية رؤية سياسية لمنطقة النزاعات والحروب وتتلخص الرؤية السياسية في 1 2 3 4 لكن ده كلام إنشائي يعني حتى الوثيقة طلعوها كلام عربي لو جبت واحد من الروضة بيقول لك الكلام ده ولا هي رؤية يعني الكلام اللي كاتبينه جواه يكون في قوانين الكلام اللي جواه بيقعد تاني شهر شهرين عشان تطلع رؤية كاملة ومتكاملة الناس ما بيتكلم عن دين تقسيم بتاع سلطة والحاجة الثانية هل يعقل انه تحقيق بتاع سلام هل يعقل انه لو نحن فعلا جاهدين انه عايزين نحقق سلام هل
منطقة مصر، هل منطقة مصر، هل مصر والسعودية والإمارات من مصلحتهم إنه يكون الراعي الرسمي لتحقيق السلام؟ ده سؤال عليك الله، ده سؤال أسألوا لنفسكم. نقول مشكل، نعم نقول مثلا أثيوبيا، أنا ما عندي معها تحفظ، عندي بعض التحفظات، نقول أثيوبيا، أثيوبيا دولة ديمقراطية، أثيوبيا دولة ديمقراطية، دولة بتاعت حريات، دولة اقتصادها ماشي إلى العلالي، دولة فيها هامش بتاعت حريات، نقول مش دي ما مشكلة. الأثيوبيين دارين السودان يبقى زيهم لأنه الموضوع طعم الحرية ما بينساها، ما بيتمنى للزول الثاني إنه يكون عايش في العبودية. هل يعقل إنه تحقيق السلام، هل يعقل إنه السعودية والإمارات ومصر من مصلحته، من مصلحته، من مصلحته تحقيق السلام؟ لا، ما من مصلحة تحقيق السلام. عارف ليه ما من مصلحة تحقيق السلام؟ ليه؟ دولة الإمارات كمثال بسيط بس أجيبه لكم، دولة الإمارات السنة الفاتت إجمال الصادرات بتاعها أو إجمال الدخل السنوي لدولة الإمارات في السنة الماضية كان الدخل السنوي بتاعها من الذهب. دي دولة الإمارات الشقيقة، بنقولها دولة الإمارات الشقيقة، يعني دولة الإمارات كان أكثر قروش جاياها من الصادرات هي قروش الذهب. الحاجة دي طبيعية؟ الحاجة دي ما طبيعية. عارف ليه ما طبيعية؟ لأنه دولة الإمارات ما دولة غنية بالذهب، ما دولة غنية بالذهب، هي دولة ما غنية. دعال بالمقابل بتلقى إنه دولة السودان في السنة الفاتت أكبر صادرات صدرناها للعالم الخارجي هي الذهب وما ظهر فينا. دولة الإمارات مستفيدة من الذهب القاعد في جبل عامر والذهب القاعد في دارفور، تمام؟ مستفيدة، والذهب كله يمشي الإمارات ويمشي لروسيا، تمام؟ برضو الإمارات يعني لأن الإمارات هي الكفيلة بتاعت السعودية، فدولة زي الإمارات ما من مصلحتها إنه إغليم دارفور ده يحصل فيه سلام، يحصل فيه سلام معناته تنمية، معناته معدل الوعي بزيد، معناته أخواننا في دارفور ده بعد شوية معدل الوعي حيزيد، حيتساءل الذهب ده بيمشي وين. ما من مصلحة الدول دي إنه تكون في سلام في السودان. لاحظ لليمن، اليمن الليلة القاعد في اليمن هي السعودية والإمارات مع المخابرات المصرية. هل اليمن فيها سلام؟ اليمن ما فيها سلام، في حين إنه مشكلة الحوثيين مشكلة واضحة وصريحة، لو قعدوا معاهم 5 ساعات بيصلوا إلى اتفاق بين الحوثيين وبين الشعب اليمني وبيطلعوا. لكن هل هم دارين يطلعوا؟ هم ما دارين يطلعوا، لأنه عشان تسرق الثروات بتاعت اليمن لازم الحرب تكون مدورة. فهل يعقل إنه تحقيق السلام يكون برعاية مصر والسعودية والإمارات؟ لا، ما ممكن، ما ممكن. طيب الناس الليلة كلها من أثيوبيا سافرت القاهرة ليه؟ سافرت القاهرة ليه؟ سافرت القاهرة لفهم بسيط جدا، الكفيل واحد، الكفيل واحد بكلام أخواننا السعوديين السودانيين في السعودية، بيقول لك ده الكفيل بتاعي، بيقول لك ده الكفيل بتاعي، تمام؟ عمر البشير كان الكفيل بتاعه المحور السعودي الإمارات المصري، كان برضو في المحور القطري. عمر البشير كان لعاب شوية، عمر البشير كان لعاب بالمناسبة، عمر البشير كان لعاب، كان بيلعب على كل الأوتار، تمام؟ يعني بيشيل من السعودية وبيشيل من الإمارات وبيشيل من القطريين، كان لعاب عمر البشير. لكن البرهان وحميتي ذي الملاعبين تخطط لهم الظروف إنه لازم يختاروا محور، يختاروا السعودية والإمارات. عشان كده أول ما عمر البشير سقط أول دول دعمت المجلس العسكري إنه قبل ما تسأل ذاته الشعب راضي ولا الشعب ما راضي، الشعب فرحان طوالي، هي دولة السعودية والإمارات ومصر. وبلا طلعوا كل الإعلام بتاعهم السعودي والمصري والسعودي والمصري والإماراتي دعما للمجلس العسكري، تمام؟ عشان كده البرهان الحميدتي كان بيسافر الإمارات، فضل احتصام جمين طال عمره أبو منشار بالمناسبة، تمام؟ الصحف البريطانية بتتكلم كان في لغاء بين حميدتي وأبو منشار، كان في لغاء بين الاثنين ديل، ما عارف يتكلموا بياتوا لغة وبياتوا لهجة، حميدتي فهمه ولا ما فهمه، لكن غالبا الكباشة كان بيترجم لحميدتي، تمام؟ طال عمره قال لحميدتي بالواضح كده، يا 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 حميدتي، يعني نحن راضيانين انك انت تبقى القائد بتاع السودان في المرحله الجايه. وطال عمره قال لي يا حميدتي ما تشيل، شفت موضوع الولايات المتحده الامريكيه، الامريكان ديل انا هاغنيهم لك انك انت تكون الرجل الاوحد في السودان، حتى لو ما عندك شهاده نزور لك،
على كلام اخونا دي استسمان، شهاده نزورها لك، راس نملاه لك، لغه نصلحها لك، لغه نصلحها لك. فده بيبقى انه شنو؟ انه دوله السعوديه والامارات هي اللي الكفيل بتاع المجلس العسكري، القروش اللي بتجي من الامارات والسعوديه بتجي مغالي. هل ادوها حبا في الشعب السوداني يا جماعه؟ العلاقه بين الدول علاقه بتاعت مصالح. انت عايز مني مويه؟ انت عايز مني مويه؟ اديني ذهب. ما في حاجه اخوان، لا دي علاقه بتاعت مصالح. فبنلقى انه ليلة المجلس العسكري الكفيل بتاعه المحور السعودي والاماراتي. نجي نشوف المحور بتاعنا بتاع قوى الحريه والتغيير، الليله قوى الحريه والتغيير برضه مرتميه في الحضن الاماراتي. مرتميه في الحضن الاماراتي. الحاجه دي ما بدت من الليله، الحاجه دي بدت من لما الدكتور الاصم كان بيمشي بيعمل لقاءاته في السفاره السعوديه. يعني احنا بنتكلم عن دوله، دوله السودان دوله وطنيه، دوله ذات سياده، دوله ذات يعني دوله، نحن عندنا سياده، نحن ما عبيد للسعوديه والامارات. وشفتوا مصر، بنلقى انه دكتور الاصم كان بيمشي وبيلتقي، بيمشي بيعمل لقاءات عديد. يعني السفير السعودي بيضرب للاصم، يا دكتور الاصم هلا والله دعاني في السفاره، ده طوال يجروا بدون عزه ونخوه او كرامه، تمام. بترجع بتلقى انه مثلا نداء السودان الكفيل بتاعه السعوديه والامارات ومصر، الامام الصادق المهدي ده كان قاعد في مصر كم سنه، بياكل وبيشرب من وين، والدعم منو، بتلقى انه كانوا داعمين عنه، داعمينه المصريين، تمام. بتلقى انه مريم الصادق المهدي اول ما عمر البشير سقط ولسه الناس بتقول يا هادي، لسه الناس ما اخذت رؤيه نقول تسقط تالي ولا نخط يدنا في المجلس العسكري. بنلقى انه مريم الصادق المهدي ركبت الطياره وسافرت الامارات. سافرت الامارات سياحه، سافرت الامارات عندها ام عيانه، خالتها عيانه، لا سافرت تلتقي مع الممثلين الاماراتيين. طيب سافرت تلتقي بهم عشان تقول لهم لا للتدخل في الشان السوداني؟ لا طبعا، لاقتهم عشان يدوها التعليمات. شوفي يا مريم الصادق المهدي من الليله لقدام، تمام، تمشي تسوق التفاوض لانه نتوقع مع المجلس العسكري ده. تسقط ثالث يا مريم انا ما داير اسمعها، تسقط ثالث والكلام ده تجوطيها لي انت وابوكي وتجهضوا لي الثوره دي. فعلا بعديها طوالي جا خالد السلك جاي للسودان. قبل ما يجي السودان عمل كونكشن في الامارات، قام في كونكشن في الامارات. لما الناس سالت خالد السلك ومريم الصادق المهدي قال وداهم مصر، وداهم الامارات شنو في وقت انه نحن نتكلم انه المفاوضات شغاله بين المجلس العسكري اللي هو كويزان وبين قوى الحريه والتغيير اللي هي بوراء الشارع. في وقت كانت بتطلع مواكب، كان الثوار بيطلعوا من القياده العامه بالمواكب بتاعتهم بيمشوا السفاره المصريه، يعني دي رساله واضحه نحن ما دايرين تدخل مصري. برضو كانوا المغتربين بالخارج في دول اوروبا على مدار اسبوعين ولا ثلاثة اسابيع، كانوا السودانيين بالخارج بعد فض الاحتصام مباشرة، كانوا السودانيين مترسين قدام السفارة الاماراتية والسعودية والمصرية، والله على ما اقوله شهيد. يعني كان بيمشوا السفارة المصرية بيهتفوا لا التدخل للسيسي، وطوال مشوا على السفارة السعودية، بعدها بيمشوا السفارة الاماراتية، والناس شافوا الكلام ده. يعني كلام الشعب السوداني كان واضح، لا للتدخل للمحاور الخارجية، نحن دارين قرار وطني. غلبتكم يا قوى الحرية والتغيير طوال، قوى الحرية والتغيير ترجع لمنه؟ للشارع بتاعك. ما انت جايبينك الشارع يا شباب. ترجع طوال يجي الاصل يقعد مع الناس، بدل ما الاصل يمشي السفارة السعودية ولا السفارة المصرية، تعال اقعد مع الناس في ام بدة في بحري في الخرطوم. يا شباب انا والله قعدت مع المجلس العسكري الليلة، والمجلس العسكري ده قال لنا 1 2 3 4، انا والله رايي يا شعب السوداني الكلام صح. الشعب السوداني قال لك الكلام انت غلط، ترجع طوالك بين المجلس العسكري غلط، لانك انت بتمثل الشعب السوداني. لكن لما انت تبقى تمشي تتفاوض مع داخل السفاره السعوديه، زمان كان عندنا واحد صاحبنا، ده موقف ما عارف يكون ظريف ولا، زمان كان عندنا واحد صاحبنا اسمه طارق ده زول حريص جدا، وزول ما شاء الله كلس، يعني زول كلس وزول لا بحب زول يشيل حقه ولا بحب يشيل حق زول. قبل كده قمنا مشينا منطقة من المناطق، شغالين مع بعض، قمنا سافرنا مشينا منطقة من المناطق،
قام واحد من ناس المنطقه قام شفت عزمنا، قال لنا والله لا يا شباب تعالوا اقعدوا اتغدوا معي، تعالوا انا عازمكم والله غدا. طارق ده رفض، رفض يعني بطريقه، وانا بجد كنت جعان وكان ما شايف فيها حاجه انه لو قعدنا اتغدينا معاه، يعني هو ده الكرم بتاع السودانيين، هو ده الكرم بتاع السودانيين. السلطه رفض بطريقه يعني عنيفه جدا، قلت يا خلاص يا اخوان طارق ده رفض معناته عنده رؤيه. مشينا قدام كده بالعربيه قلت له يا طارق انت رفضت ليه ما زول عزومه عاديه يعني. قام قال لي شوف يا عبد الله الزول ده انا خاشي معاه فيه، يعني انا دار اخش معاه في مشروع لي قدام، دار اخش معاه في 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 مشروع لي قدام تمام، هو مهندس وانا دار اعمل مشروع جايينه. لو الزول ده قعدت معاه واتغديت معاه الليله هحس انه الزول ده كسر عيني، ده بيفهمه يعني، هحس انه لما يجيني بعدين للمشروع ما حقدر اقول له لا غلط، ولا حقدر اقول له لا يا اخي الحاجه دي انا يا اخي ما تسوي عليه. يعني قام قال لي حتى انا حارضى لانه الزول ده اكلت معه الزول ده كاسر عيني. فيعني ده بالبسيط، فنحن بنلقى انه شنو؟ بنلقى انه السعودي نفس المنطق، انه لما انت تجي تتحاور مع السعوديه ومع الامارات انت من باب اولى من جيده في سفارات وقعدت معاها معناته شربت معاها شاي، شربت معاها مويه، معناته اكلتها، معناته اتغديت، معناته دارت نقاشات، رأت رقم تلفونك كده يا اخي لو احتجت لحاجه من السعوديه كلمني، يا اخي انت معي استعمل عمره، الكلام ده عارف انه شفت اللي يحصل تمام؟ فبتبدا انك انت بعدين حتكون بتنفذ في اجنده الناس دي، بتنفذ في اجنده الناس دي. يعني لما مريم الصادق المهدي سافرت الامارات، هل مريم دي حتيجي من هناك حتتكلم برؤيه سودانيه؟ لا حتيجي برؤيه اماراتيه. لما خالد سلك مشى وجا راجع من هناك هل حيتكلم برؤيه وطنيه؟ لا حيكون برؤيه إماراتية. عشان كده لو لاحظت مواقف مريم وأبوها بتلقاها مواقف كانت غريبة جدا، مواقف شاذة جدا يعني. لما تلقى مواقف خالد سلك بتلقاها مواقف غريبة جدا، ناس في القيادة العامة بيقولوا تصغوا التالت، هو لا لا امسك بزعلة، امسك المايك بيقول لهم يا جماعة ما تقولوا تصغوا التالت. يا جماعة ما تقولوا، يعني حتى كلمة تصغوا التالت دي كانت مؤلمة وألم غريب جدا يعني. بيقول لهم يا أخي ما تقولوا تصغوا التالت. يا أخي المجلس العسكري ده مجلس شريكنا يا أخي. صور ده شارع بقينا خلاص بعدنا سايب. كلام ده عيب اللي انتوا بتعملوا اللي انتوا بتعملوا فيه. برضه نفس نداء السودان والحركات المسلحه دي اركو مني مناوي، دي الناس اصلا مرتمين في الحكم المصري، يعني دي الناس اصلا هم نحن لو ما جينا كمان هم اصلا ناس خونه، خونه للمصريين بالمناسبه. يعني الليله القوات بتاعت اركو مني مناوي قاعد تحارب وين؟ قاعد تحارب مع شفت حفطر، نفس قوات اركو مناوي قاعد تقاتل مع حفطر، نفس قوات الجنجويد بتاعت المجلس العسكري بتقاتل مع حفطر. هل الناس ديل يعني يعني كده كبراها فكر فيها. حفطر مدعوم من الامارات، اركو مني مناوي بيبيع جنوده عشان يقاتلوا مع حفطر اللي هو حفطر مدعوم من الامارات، فبتفهم بطريقه مباشره انه اركو مني مناوي بياخذ تعليماته من الامارات. تيجي تلقى المجلس العسكري وتلقى حميتي اللي هو جو ينحازوا الى الشعب ونحن عايزين نخش معاهم في شراكه، بتلقى انه حميتي قبل اسبوعين من قبل اسبوعين في الايام اللي فاتت دي الامارات رسلت له يا حميتي افتح الاجواء جيب لنا 400 جندي او 300 جندي دارين حنوديهم ليبيا. فحميتي واركو مني مناوي بيقاتلوا مع بعض مع حفطر، هل ده الناس متخاصمين؟ انا زي ما متخاصمين، ناس ما متخاصمين ولا عندهم اي مشكله. حتى نداء السودان ده بالمناسبه، نداء السودان ده كان موقع على اتفاقيه مع عمر البشير في 2016 تحقيق السلام والجوط والكلام ده، ولا تحقيق سلام ولا اجابه سلام. الاتفاقيه دي كانت ساريه، الاتفاقيه بين نداء السودان اتفاقيه موقع على طرفين، الطرف الاول نداء السودان فوق الصادق المهدي فوق الحركات المسلحه ده المكون، الطرف الثاني الموقع كان عمر البشير و النظام بتاع المؤتمر الوطني. هل تدري انه الاتفاقية دي ناس نداء السودان قالوا الاتفاقية دي ما بتمثلنا بيتين؟ الكلام ده كله مكتوب وموثق وقاعد. نداء السودان رفعت يدها من الاتفاقية مع النظام بتاع عمر البشير بيتين؟ تتوقعوا بيتين؟ أبدولي من الثورة بتاع 13 ديسمبر، الثورة طلعت في 13 ديسمبر، نداء السودان رفعت يدها من الاتفاقية مع عمر البشير بدين، والثورة بدأت 13 ديسمبر، نديهم شهر؟ 13 يناير؟ لا، نديهم شهر ثاني؟ 13 فبراير؟ لا، نديهم شهر ثالث؟
13 مارس هاي 3 شهور. يعني ثورة بدأت 13 ديسمبر نقوانداء السودان ما رفعوا يدهم من الاتفاقية إلا في يناير. تعرفين في يناير كان الحصل شنو؟ في يناير طلع عمر البشير بخطاب النقطة الصفرية ودعا إلى حالة الطوارئ وطلع يعني أي رؤية كان واضحة أن عمر البشير خلاص في آخر أيامه. دين حتى بعد شافوا خطاب عمر البشير وشافوا المواطن هل حيلتزم ب ب ب بحظر التجوال ولا حيقعد في بيوت ولا حيطلع بعد ما يقول المواطن طلع التجوال في يناير بعد مرور 3 شهور من الثورة السودانية. 3 شهور شوفي كم شهيد سقط، شوفي كم مصاب سقط. هل دي كانت فترة بيقروا فيها داريش؟ ديك فترة كانوا داري يشوفوا الثورة السودانية ماشية وين. الثورة السودانية اجهضت. احنا هذول قاعدين مع عمر البشير وموقعين معه. دي الناس هم أرزقية، دي الناس هم أرزقية ولن يحققوا سلام. عشان كده قلت لك انه السلام الجائي برعاية إماراتية مصرية سعودية ده سلام فاشل في مارس. فعلا ده سلام فاشل، ده سلام. يعني احنا الليلة دارين سلام، نحقق سلام. الراعي من الراعي، الراعي من الليلة اللي شفت السلام، الراعي للسلام سعودية والإمارات ومصر. يعني الليلة المجلس العسكري في صايد الكفيل بتاعه واحد، قوة الحرية وتغيير وتجمع المهنيين اللي هم بيمثلوا الثورة، بيمثلوا مطالب الثورة، بياخدوا تعليماتهم من نفس المحور. يعني أي حكومة مدنية ستشكل لقدام هتاخد تعليماتها من منه؟ هتاخد تعليماتها من الإمارات والسعودية ومصر. ولا الدول دي الليلة داعمك، ولا الدول دي الليلة داعم المجلس العسكري ودعمه والحرية وتقرير وجابت مريم الصادق المهدي وجابت خالد سلك وأسع المصريين عاملين دعوة لكل بالمناسبة دعوة لكل الكيانات السياسية. شوفوا الكلام ده، الدعوة بتاع الجمهورية شفت مصر دي لكل الكيانات السياسية كلها. يعني ده حيكون شاي بالياسمين من السيسي. كل الكيانات دي ماشية مصر، أدوها دعوة إنه تمشي مصر. فهل سؤالي والدين الحياة دي سؤال؟ نحن مطالبنا تحت الثورة كانت شنو؟ مش كان مطالبنا السودان للسودانيين وعودة الجنود السودانيين من اليمن وإن السودان يحافظ على الثروات بتاعته وما يشيلوها الناس، نستفيد من مواردنا عشان نبني بلدنا. ودين نفس الشعب السوداني طلع وسير مسيرة احتياجية للسفارة المصرية في الخرطوم، ودين نفس الناس الشعب السوداني اللي بالخارج عمل وقفة احتياجية قدام السفارة المصرية والسعودية والإماراتية بيقول لهم لا للتدخل الخارجي، وبالمقابل كياناتنا وأحزابنا السياسية دين هم نفس الناس هل بيبوسوا الأيادي، يبوسوا الأيادي عشان ينالوا الرضا من السعودية والإمارات والسعودية. السعودية ما من مصلحتها تحقيق سلام في 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 دارفور، الإمارات ما من مصلحتها تحقيق سلام في دارفور، مصر ما من مصلحتها إنه السودان يمشي لقدام. ولا الدول دي الليلة هي داعم الأحزاب السياسية دي حبا في المواطن السوداني. دولة الإمارات دي كانت أكبر حليف لعمر البشير ولا قدمت ولا مساعدة للشعب السوداني. دولة السعودية كانت بتستفيد من الكفاءات والخبرات السودانية وما من مصلحته إنه السودان يمشي لقدام، لأن الإمارات عشان هي تصرف خيراتك دائرة الحرب دي تكون شغالة. بنتكلم على إنه أكبر عميل للولايات المتحدة الأمريكية في صفقات السلاح السعودية والإمارات. السعودية والإمارات السلاح اللي بتشتريه ما عشان تخزنه عندها عشان تبيعه لدول تانية. يعني ليه نتكلم عن إنه الوكيل الأبو الولايات المتحدة الأمريكية عندهم موردين سعودية والإمارات. بنلقى إنه الليلة الناس اللي تم قتلهم في القيادة العامة كان بتاعت شرات إماراتية، كان بتاعت شرات إماراتية. ده بيحصل. كان الذهب بتاع السودان ده قاعد يسرقونه الإمارات ده بالمناسبة. حتى أطماع الإمارات على السيطرة على ميناء بور السودان
الامارات خلوا الاتفاقيه دي توقع، خلوا الاتفاقيه دي توقع وقولوا الكلام ده، قولوا انا قلت لكم الكلام، خلوا الاتفاقيه توقع. اول اتفاقيه حتوقعها السعودي الامارات هي الايجار بتاع ميناء بور السودان، الايجار بتاع ميناء بور السودان ده الامارات دي حتوقع عقد بتاع شنو بغض النظر، يا عقد بتاع صيانه يا عقد بتاع ايجار. ليه؟ لانه الامارات بقى عندها بوابه واحده ما استلمتها، هي البوابه بتاعت افريقيا، بوابه افريقيا اللي انا بتكلم عن الامارات متحكمه في كل المعابر في اليمن، كل المعابر في مصر، فضل لها معبر واحد لازم انه هي تسيطر عليه، منو؟ السودان، معبر السودان. خلوا الاتفاقيه توقع، حتشوفوا التنازلات اللي حتقدم الى الامارات من الحكومه اللي هي مكونه. ليه؟ لانه دي حكومه اصلا، يعني ده دي حكومه اللي حتتكون دي حكومه ست يعني برعايه مصريه وسعوديه واماراتيه. هل بعدين انت حتقدر تقول لا؟ ما حتقدر تقول لا. هل قوى الحريه والتغيير بعدين حتقول لا لبيع ميناء بور السودان؟ حيتباع وحيتاجر والكلام ده بيناتكم، نحن بيناتنا يعني معلومه مؤكده، لكن اي وقت خلوهم هم يوقعوا. بنطلع بعدين نتكلم لكم عن الموضوع ده بالادله وبالبراهين، الدور الاماراتي كان شنو في الحاجه. فدي دول ما من مصلحتها انه السودان يمشي ليه قدام، ما من مصلحتها انه الناس تمشي ليه قدام، لكن الناس اصلا باعوا القضيه من بدري، ما من الليله. يعني هل في سبب انه يخلي دكتور الاصم مثلا كقياده في تجمع المهنيين؟ طبعا الناس والله اذا يرى انه دكتور الاصم ده هو تجمع مهنيين، لا، دكتور الاصم هو مكون حزبي. هذه الاشكاليه هنا اللي كنت بتكلم لكم عنها. يعني نازل لما لو ظهروا كتجمع مهنيين في النهاية انتماءاتهم الحزبية ظهرت. يعني دكتور الأصم كان بيمشي بيعمل لقاءات في السفارة السعودية وكلكم شفتوا الصور، وحتى البيان هم ما طلعوا لحد ما الناس شافوا بالعيان إنه زوده طالع من السفارة السعودية. يعني بنلقى انه تجمع المهنيين في الحضن السعودي الاماراتي، بنلقى انه نداء السودان كلها امسك لكم مكون 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 مكون, مكون. الصادق المهدي، محور الخليج الاماراتي ده قروش ثقيله، حزب المؤتمر السوداني مرتمي في الحضن الاماراتي، مرتمي في الحضن الاماراتي. هسه بتكونوا لاحظتوا انه في احزاب سياسيه ظهر لها تمويل من، يعني في احزاب سياسيه عارفين امكانياتها شنو، عارفين يعني عارفين مصادر الدخل بتاعتها شنو. يعني ما احزاب وارثه من ابوها، ولا احزاب عندها شركات، احزاب شايفينها بنلاقي انه اللي في الاونه الاخيره بتعمل حملات دعائيه، وبنعمل انه بتفتح لها 600 الف فرع. القروش جايه من وين؟ الكلام ده ما تخوين، لكن ده كلام منطق. القروش جاي من وين؟ لانه في اتهامات لبعض الاحزاب انه هي قبضت قروش من السعوديه والامارات، قبضت من السعوديه والامارات. فبس كلامي ده كله انه اجابه انه الجوطه اللي بتحصل في مصر دي كلها نحن كمواطن وكشعب سوداني ما عندنا فيها لا ناقه ولا جمل. الحاجه اللي بتحصل في الامارات، في الحاجه اللي كانت بتحصل في اديس ابابا والامارات دي نحن وفي مصر دي ما عندنا فيها ولا ناقه ولا جمل، ولا بتفيدنا في حاجه، ولا عندها عواقب حقينا. اذا شر اذا ما جاتنا شر ما حجينا خيرا، في لانه الناس اللي بيتفاوضوا الليله دي هم الناس موقعين على اعلان الحريه والتغيير من يناير. من يناير حقولة، من يناير الناس كانت بتعمل في شنو؟ من يناير الناس كانت بتعمل في شنو؟ لا تكلموا على سلام، من يناير لا طلعوا رؤيه، حتى الرؤيه اللي كانوا بيتكلموا عنها اسبوعين في اديس ابابا وعاملين لنا بيها جوطه، كلام انشائي والله. والله كلام انشائي، والله كلام لو جبتوا السعد شلته ونقول الحكومه دي تكونت، وشلته لاي وزير من الوزراء اللي هو المفروض يحقق السلام، والله ما حيقدر يعمل فيه اي حاجه وما حيفهمه. حيقول لك يا اخي انت تقول لي جذور المشكله، طيب جذور المشكله الياتك ليها شنو؟ انت مشكله عندك مشكله. يعني مثلا شفت موضوع الامطار، اصل مش في امطار
والبلد غرقانه، انا ممكن اجي اتكلم لك كده اقول لك انه يا اخي في موسم الامر، في موسم الامطار في السودان تمتلئ كل الشوارع السودانيه بالامطار نسبه لانه البنيه التحتيه مدمره وعليه، فانه نحن عشان نحل المشكله دي لابد انه نحن نحل مشكله الامطار من جذورها، لابد انه نحن نخاطب مشكله البنيه التحتيه من جذورها، لابد انه نحن نحقق بنيه تحتيه مستدامه، لابد انه نحن نؤسس الى دوله نظيفة، دولة بدون برك مائية، دولة بدون برك راكدة. هل أنا كده حلت لك المشكلة؟ قد تكون بتسمع في نص الفيديو ليه والله تقول والله ما شاء الله السؤال ده كلامه ممتاز، لكن أنا ما حلت لك المشكلة. ده نفس الوثيقة اللي كان عاملينها في أديس أبابا بنفس الكلام ده، كلام جوت له بس ده عجبكم، ده الكلام اللي عجبكم ده ما شاء الله ده الكلام يجب أن يتكلم، لكن هل أنا حلت لكم مشكلة الأمطار؟ لا. لكن لما تجيب لك زول متخصص يقول لك والله نحن عشان نحل مشكله الامطار اول حاجه مفروض انه نحن في الوقت الراهن ده نجيب مضخات بتاعه سحب مياه، ده في الوقت الراهن ده حل. ده انا بفهم بفهم طوالي، انا بمشي بجيب المضخات دي بجيبها له عشان يحقق بها السلام او يسحب بها المويه. ثاني حاجه اقول لك انه والله يا اخي مفروض انه نحن نكون في اي حي او في اي منطقه نوفر عدد ثلاثة حفار ثلاثة لودر تكون ستان باي، دي مش حل دي حل. لكن الوثيقة اللي كتبوها بتاعت نداء السودان دي والله وثيقة ما فيها أي حاجة. طيب الناس دي بتعمل في أديس في أديس أبابا كان بتعمل في شنو؟ وبعديها مشت لأثيوبيا بتعمل في شنو؟ والأسلي ما شغال الكلام ده كله ماشي. الناس تتقسم الحقب دي كيف؟ المجالس الثلاثة دي يقسموها كيف؟ والكلام ده كان المجلس العسكري مش مجلس العسكري نداء السودان من بداية مراحل التفاوض كان بيتكلم عن الحاجة دي، انه انا داير انا دا نداء السودان دي الحركات المزلحة في نداء السودان دي قاصد بها اركو مني مناوي جبريل والكلام ده من مصدر موثوق كان داخل لجنة التفاوض، والكلام ده انا قلته في شهر 4 شهر 5 يعني جيت قلت للناس هنا، الناس اللي كانوا بيتكلموا نحن ما عندنا اي مشكله مع ديل، هم كلامهم كده نحن ما عندنا اي مشكله مع اي شكل بتاع دوله حقيقي، ما ده كلامهم كده، ما فارق معانا عسكريه ولا مدنيه ولا شيطانيه، ما فارق معهم، دي قضايا يعني دي قضايا الشعب السوداني، المفروض انا اكون حريص جدا. لا لا هو الشعب السوداني قال مدنيه مدنيه، لا لا انا كده ما بجيب المدنيه تمام، لا 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 انت ما انت وزاره الدفاع ما حتستلمها، لانه نحن عانينا عشان الثوره دي تنجح من القوات المسلحه، القوات المسلحه لابد ان نسلمها لجهه وطنيه. ده انا كده بكون بتكلم مع ابناء وكده بكون بمثل ابناء الشعب السوداني، الناس اللي كانوا بيتكلموا بالواضح والصريح دايرين تمثيل في المجلس التشريعي ودايرين تمثيل في المجلس السيادي ودايرين تمثيل في مجلس الوزراء، دايرين تمثيل، ما تقول لي محاصصات ولا تقول لي كفاءات ولا تقول لي غيره غيره، أنا داير أكون قاعد ده الكلام هو اللي بيحصل أصح في مصر، ده برعاية المصري والسيسي، ده زي قصة صاحبي طارق اللي قلت لهم قبل شوية، ده كسر عين، ده كسر عين للمعارضة السودانية، ده كسر عين لقوى الحرية والتغيير، ده كسر عين لأي حكومة ستكون تكون عينها مكسورة في المقام الأول. اصلا قوى الحريه وتغيير عينه مكسوره من السعوديه، اتكسرت بدري اتكسرت بدري لما الاصم فات التغى بالسفاره السعوديه، اسمه كسر عين بالمناسبه. عشان كده شوف شوف شوف, شوف مواقف دكتور الاصم قبل ما يمشي السفاره السعوديه، كان ما شاء الله زول شاب زول يمثل مطالب الشعب السوداني، زول والله العظيم ما فيه عيب، زول وطني ما بقدر اقول عليه اكثر من كده. شوف بعد مين دكتور القصم مشى مع وفدي من الوفود بتاع انه مشى وقعد وخش السفاره السعوديه بالكتموت وكده بيدس، بس الزول الغلطان بيكون عارف انه غلطان، الزول اللي بيعمل في حاجه غلط تلقاه بيدسس من الناس ما يشوفه، سبحان الله كنا الشعب السوداني ما بيدس، الناس قبضوه وصوروه
وطلعوا صور قبل ما اعلان الحريه وتغيير اول تجمع يطلع بيان انه والله طبعا الكلام بتاع السياسيين ولوا في اليوم قد غامت على لجنه العلاقات السياسيه بالتحاور بالاجتماع مع الوسيط مع الاجتماع مع السفير السعودي وقد تناقشنا على دور السعوديه في تنميه الامر السوداني ولقد تناقشنا على حفظ العلاقات الكلام الخارم بارم ده كلام الخارم بارم ده في حين انه في الوقت ده انا والله ما بخش اي سفاره سعوديه في الوقت ده ما دير اي مؤثر يؤثر على قراراتي انا كمواطن سوداني شوف بعديها مباشره مواقف الاصن تغيرت الى مازح شوف مباشره امشي اربط الكلام ده كله بتلقى انه دكتور الاصن بعدها مباشره بيطلع وبيلتقي مع واحده ام حبوبه عجوزه كده بيقول لها يا امي يا اخي نحن ما عايزين نعلن الحكومه بتاعتنا لانه ما عايزين نبقى سوريا واليمن سوريا واليمن فيها جيشين شوف الخطاب طوال صح عليه خطاب كيزاني طوال ده الخطاب بتاع الكيزان ده الخطاب بتاع عمر البشير ما دايرين نبقى انت اكبر منافق اديك يا معز دعوه يا معز يا معز اديك دعوه يا معز يا معز رسالة ما في داعي لساعات اديتك دعوه يا معز انا ما عارف انا انا ما عارف والله يا شباب صوتي واضح صوتي واضح يا شباب صوتي واضح يا شباب رسلت لك دعوة يا معز بس قلت لك دعوة يا معز لأنك أنت بتقول إنه بتقول إنه أنا أكبر ما أعرف شنو مدلس ولا منافق دارك تطلع للناس هنا دارك تطلع للناس هنا توريهم إنه أنا منافق كيف يعني فبتلقى إنه دكتور الأصم طوالي بعد دخلت السفارة السعودية جا بيتكلم بنفس الخطاب بتاع السعودية إنه لا نحن تكوين سوريا واليمن و و و والكلام ده ما منطقي لأنه قلنا الكلام ده قبل كده إنه الكلام ده ما منطقي لانه نحن كمكون ما زي سوريا واليمن ولا السودان حيبقى سوريا واليمن حتى لو المجلس العسكري تعنت ما حنبقى سوريا واليمن دي معلومه لكن بتلاقي انه الخطاب تغير بعدها مباشره طلع الاصن في مؤتمر صحفي نحن سنحافظ مؤتمر صحفي يعني بعد خلاص بقى الكلام عيني عينك بقى الكلام زمان كان الكلام بيتدسدس تحت في الحوارات لكن خلاص الكلام بقى عيني عينك يعني ما خلاص تمام قعدت معاي وكسرت عيني وخلاص بعدها انا بنفذ في الاجنده بتاعتك. بتلقى انه طوالي جه في مؤتمر صحفي طلع ويتكلم وقال انه والله نحن لن نسحب الجنود السودانيين باليمن في القريب العاجل. الصوت كيف كده يا شباب؟ طيب كده كيف يا شباب؟ الصوت كده كيف يا شباب؟ والله ما اعرف انا مرسل لزول دعوة بس بيحصل كده. الصوت كيف يا شباب؟ ما سامعيني عديل يعني؟ اي بس لما بس خلاص اتجاسوا كده يا شباب تمام؟ بنلقى انه الاصم طوالي طلع لن نسحب الجنود السودانيين في الغريب العاجل. الكلام ده جزء كبير من ابناء الشعب السوداني خلاص هنا في الكلام ده الكلام انقسم بين اثنين يعني في ناس بتيجي بتقول لك لا 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 يا اخ لا والله والله لا لا دين الناس اللي هم خلاص يعني تجمع المهنيين يمثلوني وخلاص يعني تجمع المهنيين ده بيجا شنو ما برضو فيه اي كلمه وفيهم الجزء الكبير زي ما بقول لك انه التكس مكسر في دكتور العصام ولا كلام كثير بيقوا ما بيقبلوا كلام ده طوالي لا 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 دكتور الاصم ما قاصد دكتور الاصم ما قاصد دكتور الاصم خطابه ده خطاب سياسي طوالي لعبوا لك انه دكتور الاصم في اللحظه دي دكتور الاصم هو الفطحول بتاع السياسه وهو الذي يلعب على الاوتار الكلام ده كان بيعمله عمر البشير قلت له كان لعاب جدا كان بيلعب على كل الاوتار طوالي انت وضعك وين من الحراك ده انا مواطن سوداني وضعي في اي حته فيها خلل تمام ما الصوت
تماما خلاص انا هجيبهم كده تتبصر. فبنلقى انه الناس انقسموا انه لا دكتور الاصم، والله دكتور الاصم يمثل، لا ده خطاب سياسي، في حين انه الخطاب ما كان خطاب، الخطاب كان ما كان خطاب للمواطن، ما كان ليك انت، ده خطاب كان شنو رسائل بتاعت قزل للسعوديه. شفت يا السعوديه اللي يتكون في السفاره واسي بتكلم عيني عينك قدام الشعب السوداني، دي رسائل بتاعت قزل. فتلقى انه طوالي المحور الخليجي غير غير، مع المشكله انه زلمه يكون وطني المفروض يكون وطني واجب على واجب على المبادئ بتاعته. خالد سليم حزب المؤتمر السوداني، ودي كلهم دي كلهم احزاب الهبوط الناعم، يعني دي كلهم احزاب الهبوط الناعم. خالد سليم لما جه زور الوطني وبيتكلم، وده كان من اوائل الناس اللي كان بيمهد بمجلس تشريفي 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 قبل ما انه تظهر الوثيقه. فتبي اديك انديكيتر ايه، حد الزول اللي كان بيطلع في القياده العامه بيقول لا ما تهتفوا ضد المجلس العسكري، المجلس العسكري ده شريك بالنسبه لنا. ولحد الليله انا عايز اجابه من خالد سلك القيادي في حزب المؤتمر السوداني والقيادي الشبابي والذي دخل محتقلات والذي ما عارف ناضل، والناس يقول لك لا والله خالد سلك ده تابع من الشعره في راسه. انا بس داير من الزول المناضل الجسور ده، انت طرحت في القياده العامه قلت انه المجلس العسكري بالنسبه لنا شريك، المجلس العسكري بعديها ارتكب مجزره القياده العامه وارتكب الاغتصاب بتاع النساء وتم قتل النساء وتم رميهم في رهن النيل. هل انت لحد الليله واضح وثابت على موقفك انه المجلس العسكري شريكك؟ لو المجلس العسكري فعلا هو شريكك معناتك انت شريك في مجزره 29 رمضان، معناتك انت شريك في اغتصاب النساء، معناتك انت شريك في كل الجرائم اللي عملها المجلس العسكري. جاوبنا على الجواب ده يا سيد يا فاضل يا جهد، اذا هو بالنسبه لك شريك. فخلاصه الموضوع بيقول لكم انه ما في سلام سيتحقق مع دول هي ما عارفه معنى السلام ذاته معناته شنو. هل السعوديه والامارات ومصر حققت السلام في حققت السلام في اليمن؟ لا لا حققت، لانه من مصالحها انه البلد تكون جايطه. البلد لما تكون جايطه بيستفيدوا منها الحراميه. يعني موضوع دارفور ده انه يكون شغال ومدور 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 ومدور، لانك بتلقى الحكومه السودانيه بيدعموها ناس بالاسلحه عشان يدحروا المتمردين. بتلقى انه برضه الحركات المسلحه دي ذات الحامل السلاح بتلقى انه اللي بيدعموها نفس الاوجه. نفس الاوجه، فدي دول داري انه جوطه تكون حاصل، داري انه دارفور دي ما يحصل فيها سلام. داري انه دارفور دي ما يحصل فيها اي سلام. مدينه دارفور بالتحديد، وشوفوا لاحظوا لاحظوا انه دارفور فيها يورانيوم، فيها الماس، فيها ذهب، فيها ثروه بتاع ثروه حيوانيه مهوله جدا بالمناسبه. مهوله جدا منطقه دارفور دي بس فيها ثروه حيوانية كافية جدا كافية جدا انه تعمل اكتفاء ذاتي لدولة السودان. تمام؟ في يورانيوم، في بترول، في طبيعة، في سياحة. انت عارف تتوقع انه منطقة دارفور دي ممكن تكون منطقة دارفور دي منطقة سياحية لكل دول العالم، ونعمل فيها منتجعات اسلامية عشان ما يجي زوجي يقول لهم انت شيوعي وانت غيره وانت غيره وانت غيره. تمام؟ منتديات إسلامية، منتجعات إسلامية، ونعمل فيها دولة سياحية. ما في حاجة بتمنع إنه دارفور تكون دولة سياحية بالمناسبة، دولة سياحية ما شاء الله فيها الجو وفيها الأمطار وفيها الطبيعة وفيها ناس، يعني ناس حفظت القرآن، يعني ذا الناس المفروض ما أنت ما تقتلهم ذاته. يعني أنا ما لاقاني زول في حياتي، ما لاقاني زول في حياتي زول من دارفور ما حافظ القرآن أو أبوه حافظ القرآن، ما مر علي في حياتي. اي زول بيمر عليك تلقاه حافظ القران ده يحيرك انت ذاته، والله يحيرك، يعني تقعد معاه يحيرك انت ذاته. فده لا يمنع البمنع انه في دول، البمنع انه في دول ما دايره الحاجه دي تحصل، ما دايره انه السلام ده يتحقق. عشان كده والاسوأ من كده انه انا شايل اوراقي وجاري ليها. وطبعا بالمناسبه السفر بتاع قوى الحريه والتغيير، مش اللي انا في وفد من قوى الحريه والتغيير مسافر لمصر، يا احمد ارباب حارد لك على سؤالك ده يا احمد، حارد لك على سؤالك ده.
بتلقي انه المجلس العسكري مش الليله، الليله جمهوريه مصر العربيه رسلت دعاوي لكل الاحزاب السياسيه، يعني الجبهه الوطنيه، الاجماع الوطني رسل لهم دعوه بهذا مصر. الليله كل الوفود ماشي من اثيوبيا جاري على شفت مصر، والحريه تغيير ماشي مصر، التجمع المهني ماشي مصر. هل حيدفع تكاليف السفريه دي؟ هل حيدفع تكاليف؟ عشان قلت لكم انه الموضوع هو موضوع كسر عين لاي للاحزاب السياسيه وللكيانات ولشنو ولكل الحكومه اللي حتجي لقدام، ده كسر عين. انت جيتني انا دفعت لك حق التذكره واكلتك وشربتك وقعدتك في الفنادق بتاعتي، هل هو الحريه وتغيير عندها التمويل انه تقطع تذاكر وتمشي للدعوات؟ اللي ورونا ده اسئله، ده اسئله هنا على الهواء مباشره للساده والحريه وتغيير والتجمع المهني بكل اطيافه وبكل مكوناته. تكاليف السفر بتاعتكم من السودان الى مصر والاقامه بتاعتكم المتكفل بها، ده سؤال انا ما حقول متكفل بها زول. هل الاحزاب دي اللي ورونا تمويله ويورونا اللي بيدفع منه، هل قوى الحريه والتغيير بتدفع من حر مالك كشعب سوداني؟ ما عندنا مشكله. والاقامه حتكون من حر ولا القروش المدفوعه من السعوديه ومصر والامارات؟ ده سؤال انا اتمنى انه الناس اللي يجاوب عليه. هو الحريه والتغيير، حزب المؤتمر السوداني، حزب الامه، الجبهه الثوريه، حتسافروا على نفقه منو انتو؟ حتقعدوا في فنادق على نفقه منو؟ هل على نفقه السعوديين والاماراتيين والمصريين؟ اذا على نفقتهم الله على الدنيا السلام. في اسمه في واحد اسمه احمد ارباب سالني، قام قال لي هل الشارع السوداني، هل الشارع السوداني متكون يتقبل تكوين جسم او كيان جديد؟ يا ارباب، في الوضع الراهن، في الوضع الراهن في صراع كبير جدا داير بالمناسبه، يعني شفتوا كلكم شايفين الصراع بتاع الاحزاب السياسيه في الخارج، في صراع جوا، تعرفين جوا وين؟ في صراع داخل لجان الاحياء ولجان المقاومه، في صراع بالمناسبه انتم ما شايفينه ولا الناس شايفينه، في محاولة بتاعت هيمنة من قوى الحرية وتغيير وتجمع المهنيين على لجان المقاومة. الناس، في ناس كثيرة فاهمة انه تجمع المهنيين معناته هو لجان المقاومة، لا لا، ما هو لجان المقاومة، تجمع المهنيين ده كيان، ولجان المقاومة ولجان الأحياء دي كيان براه، ديل هم شركاء في الثورة رأسا برأس، رأس برأس. يعني تجمع المهنيين كان بيطلع الجداول، لجان الاحياء كانت بتنفذ المواكب دي. لجان الاحياء يعني ما، يعني ما لجان الاحياء ولجان المقاومه تابعه الى تجمع المهنيين، لا هي شريكه بالنسبه لهم، هي عندها قرار سياسي وعندها وعندها وعندها. لجان الاحياء ولجان المقاومه بعد فض الاعتصام حاولت جزء من مكونات قوى الحريه والتغيير انه تخترق لجان الاحياء ولجان المقاومه، والكلام ده على ثقه منهم. حاولت مكونات من قوى الحرية والتغيير، مكونات قوى الحرية حاولت انه شنو؟ تدخل الكوادر الحزبية داخل لجان الاحياء ولجان المقاومة، يعني يمشوا ليك لجان بحري، ما ناس بحري انتم محتاجين حاجة، والله وطب شنو؟ يدخلوا ليك جوا زول شنو؟ مكون حزبي. مثلا يعني ناس بوري الدراسة وكذا، حاول انه يخترقوا اللجان دي وما قدروا ليها. قوى الحرية والتغيير حاولت تكون أجسام موازية، أجسام موازية للجان الأحياء ولجان المقاومة، يعني في نفس الحي تكون دي لجان الأحياء والحرية والتغيير، وبرضه فشلوا على الحالة دي. وقد تكون إنه الحالة دي أنتم لاحظتوا ليها في بيانات أخيرة لبعض لجان المقاومة. لو أنتم مثلا متابعين كويسين بتلاقوا إنه في بعض لجان المقاومة النبرة بتاعتهم كانت مختلفة، اللي هي بداية من شنو؟ من إنه يا قوى الحرية والتغيير تحديد مسارات المواكب دي مسؤولية لجان الأحياء ولجان المقاومة، دي ما مسؤوليتكم أنتم، دي ما مسؤوليتكم أنتم. لو لاحظتوا الكلام ده فعلا حصل، إن هو تجمع الحرية نحن شركاء، نحن علاقتنا علاقة أفقية، عارف العلاقة الأفقية معناته معناتها راس براس، أنا شريك زي ما أنت شريك في الحاجة دي.
فطلعوا يتكلموا، ما تدخلوا في عمل لجان المقاومه ولا تحددوا لجان ولا تحددوا شنو اللجان الحوار، لان لجان المقاومه حسوا انه تجمع المهنيين بقى انتمائه حزبي اكثر من انتمائه الى الشارع السوداني. الليله لو في مواطن سوداني، الليله لو والله يا اتم موضوع ده بيقول، الليله لو في مواطن سوداني بحس انه تجمع المهنيين بقى واجهه لاحزاب سياسيه، يعني الليله فعليا ما في تجمع مهنيين. الليله في نداء السودان، في حزب الامه، في المؤتمر السوداني، وين 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 تجمع المهنيين السعيد؟ الاصل ما في تجمع مهنيين، عشان نحاول بس نحن نعمل شوف تخلط. فبدت لجان المقاومه الموضوع ما يعجبها، موضوع ما يعجبه، حتى كلمت انه يا اخي انتم ابعدوا من الطريق، المواكب بنحددها نحن زي ما زمان كنا بنحدد مسارات المواكب، انتم لماذا تدخلوا في المواكب دي؟ تمام؟ المهم في مناوشات، في محاوله بتاعت سيطره قوى الحريه والتغيير على شنو؟ على لجان الاحياء ولجان المقاومه، لانه قوى الحريه والتغيير دايره توقع الاتفاق وفي نفس الوقت دايرة تكون محافظة على الشارع، ما داير في أي لحظة من اللحظات الشارع يطلع. وفعلا ناس بري، فعلا فعلا في ناس بري، يعني برضه ناس بري الرأي بتاعهم واضح وطلعوها في بياناتهم وتكلموا مرارا وتكرارا إنه بلا محاصصة لا حزبية وغيره 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 وغيره. فبيبقى إنه شنو؟ قوى الحرية والتغيير، يعني شوف الخونة السياسيين دار يحافظوا على الشارع، يعني دار يمتصوا الشارع، دار يوقعوا ويخشوا في شراكة مع المجلس العسكري. ويكونوا نايمين في الحضن السعودي الاماراتي، بالمقابل ده يحافظوا على الشارع. اسي هم اللي شغالين انه يدخلوا لجان المقاومه تحت التجمع المهني، عشان شنو؟ عشان يضمنوا تماما انه الشارع ده ما يطلع ما تطلع ثاني. خلاص ممكن ونحن قاعدين في الحكم ونحن قاعدين في السلطه ما تطلع. تطلع في حاله واحده لو الناس شالوهم ورموهم في الشارع، لو جابوا هان حميد تغيروا دخلوا في السجون، بعد حيجوا جايين ليك انت، اطلع يا مواطن. تقول لهم يا اخي زمان قلت الدم السوداني غالي يا اخي، ده كده نطلع كده ما نتحاسب في الكلام ده. فضروري عامه لا يمكن ان يتحقق سلام من المحور السعودي الاماراتي المصري، ولا الدول دي السعوديه بتكف في القروش وبتدعم في الاحزاب السياسيه وبترسل تذاكر للناس دي حبا للشعب السوداني، ولا لانه شايفين ان الشعب السوداني دعانا اي دعوة أسكع الدعوة الماشينة والحرية وتغيير القاهرة دي، حيمشوا طبعا حيشربوا شاي وحيتغدوا على عادات المصري، حيمشوا يشربوا شاي وحيتغدوا وحيتعشوا وحيجيبوا لهم مويه وحيجيبوهم بعربية قبل ما تيجي تكون الحكومة بتاعتك. عاطل المصريين بيخدت لك الفاتورة، خدت لك الفاتورة، ما في حاجة مجان، هاخدت لك الفاتورة كده، هتفتح الفاتورة هتلقى فيها مطالب هتنفذها، انت اكلت وشربت واتغديت واتعشيت، هتكون اتغديت واتعشيت هتكون اتعشيت طوالي، انت هتنفذ ونحن كاسرين عينك وداعمينك ورسلنا لك تذاكر وجيت واتكلمت. الفاتوره هتكون فيها حاجات كثيره، موضوع بتاعت حلايب وشنتين، هنشوف انه هم حيطالبوا بتصعيد موضوع حلايب وشلتين، والله ما حيطالبوا، مواضيع كثيرة بالمناسبة، مواضيع كثيرة مع المصري. عشان كده قلت لكم إنه في الوقت الراهن ده كان من باب أولى إنه أحزابنا السياسية ما تهتم في أي حضن من الأحضان دي، عشان لما تكون حكومتك تكون مكون بدون أي ضغوطات من دولة خارجية، بدون ما زول يكون كاسر عينك أو عليه الفضل عليك، عشان لما تيجي تتكلم في البرلمان إنه أنا سأصعد قضية حلايب وشلتين في الأمم المتحدة، ما يكون عليك أي مصدر بتاع دخل. لكن لما أنت تكون جيت وتغديت وشربت وتعشيت ونمت ومشيت حمت في الإهرامات وسايقينك بعربية وجايبينك بعربية ويجيبوا لك المحمر والمجمر ونايم ومرتاح، والمواطن السوداني هنا غرقان في بحر ولا غرقان في مطرة ولا غرقان ليه في شبر بتاع موية، سخت تماما إنه النازل بيكسروا في عينك، وسخ تماما انه الدول دي ما من مصلحتها انك تحقق سلام. ما انت لو حققت سلام هم حيسرقوا من دارفور دي كيف؟ ما حيسرقوا من دارفور حاجه. وسخ تماما انه الحكومه اللي حتكون، والله لو جبنا الشريف الرضي، موضوع عوده الجنود السودانيين ده من اليمن
الجنود السودانيين ده حيكونوا بيموتوا كده بس، شفت الجنود ده حيكونوا قاعد يموتوا في اليمن دي، وما حيرجعوا الا في حاله واحده، حاله انه السعوديين تعبوا من موضوع اليمن ده، ودار يقفل الملف بتاع اليمن ودار يشطبه، ده بيرجعوا الجنود السودانيين. لكن لا يعقل انه قوى الحريه والتغيير مدعومه من السعوديه وتجي تطلع لك قرار في البرلمان بتاع عوده الجنود السودانيين من اليمن، ما لا 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 يعقل. السياسه ما كده يا جماعه، السياسة يا أخي الله يبصقوا فيه ما يكون ودوهم شارع فيصل، تمام. فا يا جماعة الكلام اللي لسه احنا بنقوله ده كله ده كلام بس عشان نوصل رسالة للشعب السوداني انه نحن واقعين في نفس الحضن اللي كان واقع فيه عمر البشير. يعني عمر البشير كان واقع في حضن نحن كنا متضررين منه شديد بالمناسبة، بتاع نظرة الدول دي علينا كنظرة عليا، ونظرة إنه الشعب السوداني شعبي دائما هو الأدنى، دي نظرة كانت مؤلمة جدا، ودي نظرة كانت من سبب إنه الشعب السوداني طلع هم الشعب السوداني بيحب العزة والكرامة، ما متعود إنه زول يهينه ولا، وشير جدا إنه نكون شايفين ثرواتنا بتسرق. لكن للاسف الشديد انه قوى الحريه وتغيير وتجمع المهنيين، ونحن كنا عايبين، كنا بنعيب على، تذكروا لما البرهان سافر شفت مصر، البرهان لما سافر مصر وقام حي السيسي، الحاجه دي ضايقت ابناء الشعب السوداني. يعني انا من الناس اللي اتضايقت، وانت قد تكون من الناس اللي اتضايقوا، مين زول قد يكون من الناس اللي اتضايق حتى لو زول ما سياسي، انه كيف قائد احلى لقوات مسلحه سودانيه يقف قدام السيسي ويحييه؟ يا اخي دي حاجه كانت فيها ذله غريبه جدا للشعب السوداني. كلنا اتضايقنا من الحاجه دي بالمناسبه، لكن بنلف وبندور بنلقى انه لينا الناس اللي بيمثلونا اللي كانوا شايلين اماننا، اللي كانوا شايلين احلامنا، الليله هم ذاتهم ماشيين عشان يحيوا السيسي، وما معروف حيحيوه بياته كيفيه، هل حيحيوه تحيه، ما حيحيوه كده، هل حيحيوه بالاحضان، ما معروف ما معروف. فده بيوديك الى انه الدولة اللي حتكون ما هو حيكونها لك الاحزاب دي، يعني حتى كفاءات التكنوقراط الكفاءات دي اللي حيجيبوا لك منه؟ حيجيبوا لنا، حيجيبوهم لك لجان المقاومة، حيجيبوا لك لجان الحياة، لا لا لا، حيجيبوهم دي الناس، يعني الصديق المهدي حيكون قاعد كده في معاينة، مريم الصادق المهدي حتكون قاعدة في معاينة، تمام؟ يكونوا قاعدين كده بيكشفوا، لا لا جيبوا ده، لا لا ده ما جيبوا ده، لا لا جيبوا ده، جيبوا ده، جيبوا ده، فده هم حيكونوا، ده حيكونوا دولة حكومة مدنية أصلا حتكون راضخة للسعودية والإمارات ومصر مبدئيا، يعني حيكونوا راضخين للناس دي. يعني لما يجي أي قرار بتاع إيجار من أبو السودان من دولة الإمارات، مثل وزير الصناعة أو وزير الاستثمار ما حيقراه، حيعاين له كده وحيوقع، خلاص جاي من الإمارات. لما يلقوا إنه الإمارات جايبة لوزير الطيران، لو عندنا وزير طيران أفتح المجال الجوي، لأنه إحنا جايين السودان نشيل من مطار السودان جنود جنجويد نوديهم لحفتر، حيوقع لأنه حيجي تعليمات من فوق من مجلس السيادة. مجلس السيادة هو البرهان وحميدته، أصلا هو نايم في القصر السعودي، حجيبه من الجبهه الثوريه ولا الاحزاب دي كلها دي نايمه في الحضن، يعني فعلى الدنيا السلام، يعني على الدنيا السلام. فالكلام ده كله الناس تعرفه، وبرضه الشارع شغال، برضه الشارع برضه شغال، ما الكلام ده عشان ما نقول انه الناس احباط والناس محبطه، لا ده الواقع الحاصل، ده الواقع ان احنا واقعين فيه، ده الواقع ان احنا وقعنا نفسنا فيه بايدينا، ما في زول دزانا، ده واقع انه نحن سلمنا مطالب الشعب السوداني واحلامه والدماء لاحزاب سياسيه، والاحزاب السياسيه دي لما اسست كاحزاب ما اسست كاعمال خيريه، ولا هي من همها انه المواطن السوداني ده يعيش حياه كريمه. وبرضه خد في بالك انه الاحزاب دي ما شغاله لك مجانا، حزب المؤتمر السوداني، حزب الامه، إجماع الوطني، تجمع المهنيين، الناس دي ما شغالين حبا للمواطن
الوطن وعشانك انت يا مواطن، خدت المعلومه دي في بالك. الناس دي زيهم زي المصريين، سالت لو مشيت سالت اي مصري، اي مصري امشي اقدر اقول لك الله وصف لي دكان محمدين، هيوصف لي دكان محمدين هقول لك حبيبنا جيب حق ده الشعب المصري كده داير جيب. الاحزاب دي ما شغاله حبا للشعب السوداني، وحتصهر حتصهر حتصهر. الناس دي وهم الاحزاب السياسيه برضو عندهم نفس القضايا بتاع الكيزان، حيقعوا في خطا انت بعدها حتكون واصل بشوني. فالشارع شغال، الشارع ده ما حيموت زي ما هم الاحزاب السياسيه دي شغاله شغالين لاجهاض الثوره، ثقوا تماما انه ناس في الارض شغالين لاحياء الثوره، ثقوا تماما من الحاجه دي واي حاجه خلوها بزمنها. فأمان الله، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، وربنا يحقق لكم الاماني، والناس ما تحس بالاحباط، دائما ما تحسوا بالاحباط، دائما ما تحس بالاحباط. شوف انه جيل طلع شارع عمر البشير ده، عمر البشير ده شو يتشال برا، لانها نحن لو شعب كثوره سودانيه لو وقفنا عند نقطتين، نقطتين بس. اي طبعا ما طبعا يا ابو كنوز ما كل الاحزاب، انا لما اقول الاحزاب لما اقول احزاب قاصد احزاب بعينه، والناس المشاهدين عارفه انا قاصد يعني احزاب، انا تكلمت عنها كثير. فبس عشان ما امنشي حزب فلان وفلان 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 وفلان، تمام؟ فالناس تعرف انهم هم شغالين والشعب السوداني شغال. نحن كثوره سودانيين لو وقفنا على نقطتين بس، نحن ما اخفقنا انه نحن اجبرنا عمر البشير انه ينزل ويتنحى ويغور في 60,000 داهيه، ده انجاز لمطالب الشعب السوداني. إن الشعب ده ما جبان، الشعب ده لما يقوم ما في حاجة بترجعه. لو نحن خليهم دار يشهطوا يوقعوا يا عم نعم، لو نحن وصلنا عرفنا منو، لو نحن بس وصلنا خلاص مع الثورة دي بعد ما نازل وقع القوة الحكومية، لو نحن وصلنا إلى قناعة عرفنا منو الوطني، منو الواقف مع مطالب الشعب، ومنو بتاجر بقضايا الشعب، ده إنجاز للثورة السودانية. لأنه نحن لو عرفنا الحاجة دي، لو انت كمواطن بعد رجيت تميز منو فعلا هو وطني من المكونات السياسيه الحايبه دي، ومنو هو بتاجر بس تاجر، تاجر بتاع شنطه تاجر كده، شنو انت عايش وعايز عايز ريحه يطلع لك ريحه، يمشي تاني حل دار صحانه يطلع لك صحانه، بيتشكل ب 600. لو نحن عرفنا الحاجه دي، ده انجاز بالثوره بتاعتنا، لانه لما نحن نعرف حنبدا نؤسس، ولما نبدا نؤسس حنكون عارفين حلفائنا اللي نخوت يدينا معاهم، ولما نخوت يدينا مع حلفائنا حتكون مطالبنا واحده اللي هي حتكون مطالب الشارع السوداني ان شاء الله مصر.